أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا متواجد معانا الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله يا أبو فهد. الله يحييك أبو غازي، إيش جبت لنا اليوم؟ والله عدد مميز حقيقة من مجلة الرياضي، يعني هذا العدد يعني في بداية إصدار المجلة العدد الثامن، في صدر في يوم الخميس 8 يوليو 7 عام 1971، أسرة رياضية في ضيافة حضرة صاحب السمو في قصر المسيلة العامر الشيخ صباح سالم الصباح رحمه الله وغفر له رحمة الله عليه. وقتها كان بطل كاس الأمير اللي هو أعتقد نادي اليرموك، بطل كاس الأمير، نعم نادي اليرموك، نادي اليرموك. نعم. فكان وقتها حاضر لقصر المسيلة العامر في تلك الفترة، وكان الوفود كلهم على شرفه بصفته لأول مرة بطل كأس الأمير وثالث فريق يحرز اللقب بعد العربي والقادسية. نعم. طبعا يعني في لقاء حقيقة فعلا لقاء مميز، لقاء عده فريد العجيل. فريد العجيل معروف. من كثر ما أن هذا اللقاء مهم مع هذه الشخصية. ما تتوقع فايد منو؟ فهد الأحمد عبد المحسن الفارس أبو أحمد. لقاء عام 71 سنة 71. طبعاً تذكر نادي القادسية. نعم. لازم تمر مرور على العم عبد المحسن فارس أبو أحمد، عسى الله يطول بعمره، أحد رجالات نادي القادسية، كان وقتها مدير الكرة. نعم. مكتشف النجوم وحقق إنجازات كبيرة، يمكن كل نجوم نادي القادسية. نعم. يتكلمون. نعم. لا زالوا يعني يثنون عليه. على أساس أنه يعني هذا فعلاً لقاء مهم، فأنا ودي أنه يعني أستعرض يعني أغلب المعلومات يعني اللي وردت في هذا اللقاء. طبعا كان نجما من نجوم الملاعب، مارس كرة القدم لفترة طويلة ولعب في جميع المراكز، يعني حتى جولشي حارس مرمى صار مدرب، يعني صار كان يفضل مركز يعني قلب هجوم متأخر. بدأ حياته الرياضية من يعني الفريج، كان أحد مشجعين نادي الجزيرة، نادي الجزيرة اللي هو نادي القادسية. نعم، نادي القادسية. عندما يعني تكون فرق الناشئين في النادي كان العم عبد المحسن فارس من أبرزهم، ثم لعب الفريق الأول ومثله حتى قرار إقفال أندية عام 58، يعني لعب فريق الجزيرة إلى عام 58. وعندما فتحت الأندية من جديد في عام 1960 كان العم عبد المحسن فارس من مؤسسين نادي القادسية الرياضي اللي كان امتدادا لنادي الجزيرة، ولعب القادسية حتى عام 1965، فقرر الاعتزال ولكنه ما ابتعد عم عبد المحسن فارس عن الملاعب، بل تحمل مسؤولية الإشراف على فرق كرة القدم بالنادي، ويعني وبذل وما زال يعني يبذل حقيقة كل جهده وقته في سبيل رفعة النادي. يعني أول مباراة لعبها يعني للجزيرة كانت مباراة ودية ضد النادي الأهلي اللي هو نادي الكويت، فازوا الجزيرة 2-1 في حوالي عام 1953، عندما طبعا كان ناشئ، واختاروا تالي يعني في الفريق الاول يعني في تلك المباراه يعني اللي هي مع فريق الاهلي. ولكن يعني يقول اصبت فيها ودخلت المستشفى وابتعدت عن الكره لفتره قصيره، ومع بدايه الموسم التالي لعبت الفريق الثاني ثم انتقلت الفريق الاول. كانت اول مباراه رسميه لعبتها الفريق الاول ضد نادي العروبه اللي هو نادي العربي، وسجلت اصابه مبكره هدف يعني مبكر في بداية الشوط الأول وفزنا في هذه المباراة. يعني ومع من ذلك الوقت يعني كنت أساسي ألعب حتى قرار إقفال الأندية عام يعني 1958 تقريبا. فيقول فهد بعد يعني ما عيد يعني إشهار الأندية وفتح أندية مرة أخرى، طبعا تغيرت أسماءها بأسماء جديدة، عروبة العربي، الجزيرة القادسية، الأهلي، الكويت، النهضة، كاظمة. ففي عام 1960 وعيد فتح الأندية، واختارت طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية والأمل مؤسسين لهذه الأندية، وكلفت طبعا كلفه العم عبد المحسن فارس بتكوين فريق الكرة القدم في نادي القادسية الرياضي. وراح نكمل إن شاء الله يعني هذه القصة بعد الفاصل. طبعا نطلع فاصل ونتابع حوار جميل جدا وشيق، وحوار يوثق الحركة الرياضية. يمكن في بعض المعلومات ذكرها
في لقاء عبد المحسن فارس تهمنا احنا كموثقين مثل بداية مباريات اللي لعبها سنة 53 في الدوري وحصوله ومقابلته مع نادي الأهلي والنادي نادي العروبة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة حوارنا أو لقائنا، لو كنا نتكلم عن لقاء قيم جدا مع العم عسى الله يطول بعمره عبد المحسن فارس أبو أحمد. نعم، فكلف طبعا بتكوين فريق الكرة القدم بنادي القادسية طبعا بعد إعادة شهر الأندية طبعا، وطبعا اختار القادسية الاسم اختاره طبعا رمزا يقول للمعركة البطولية اللي خاضوها المسلمين والعرب، ويقال ان العرب يعني كانوا يحملون في تلك المعركه اعلاما باللون الاصفر والاسود، ولذلك اختير اللون الاصفر والاسود ليكون رمزا لنادي القادسيه. هذا شوف هذه معلومه. نعم، ان طبعا معروف ان نادي القادسيه سمي على معركه القادسيه، لكن معلومه انه ليش ارتداء اللون الاصفر، يعني ذكروها ان في تلك الفتره كانوا رافعين اعلام صفراء نعم وسوداء يعني بالمعركة هذا. أنا ما عندي فكرة صراحة. أنا والله ما عندي فكرة بس يعني طبعًا حنا نقول اللي يعني تفضل وذكره العم عبد المحسن الفارس. طبعًا بعد اكتمال التنظيم طبعًا شكل مجلس إنهاء الإدارة، كان أحد أعضاء العم عبد المحسن وكلف بالإشراف على الرياضة، وكان لاعبًا في فريق الدرجة الأولى، كان ترتيبهم يعني ترتيب القادسية الثاني في أول موسم. صحيح. يعني بل كنا يعني نحرز هذا المركز المتقدم. أول بطولة حصلنا عليها هي سداسيات الكلية الصناعية في عام 1964 باسم القادسية. باسم القادسية. يعني سداسيات كلية صناعية 64. يعني سداسيات الكلية الصناعية هذه أول بطولة دخلت خزائن نادي القادسية الرياضي بعد يعني باسم الجديد. باسم الجديد طبعًا. إيه؟ سنة كم؟ 1964. 1964. نعم. بطولة سداسيات. الكلية الصناعية. الكلية الصناعية. يقول حصلنا عليها عدة سنوات حتى امتلكنا الكأس. كما أن القادسية هو النادي الوحيد الذي كان له نصيب الأسد من بطولات اليوم الرياضي على ملاعب ثانية شويخ، واليوم الرياضي على ملاعب الأحمدي. فيعني حقيقة معلومات كثيرة يعني وردت. يعني أحسن لاعب هذا الموسم يعني أولا نقول فريق القادسية بكاملة. شوف ما يزعل. ثم حسن شحاتة ومرزوق سعيد وإبراهيم الخشرم وجواد خلف. يعني الحقيقه والله يشوف حتى ابو احمد حتى اختياره يبين لك انه قد يعني هذه شوف صوره جميله اخوي فهد. يعني انا بقول هاي قصه هذه الصوره. اي يقول يعني شوف قصه هذه الصوره يقول هذا هو فريق التعاون الرياضي عام 52. شوف ابو فهد فريق التعاون الرياضي عام 52 حقيقه ذاكرين اسامي. اي ويتكون هذا الفريق من اسماء اللاعبين الممتازين وهم الاستاذ عبد المجيد محمد وكيل وزاره بوزاره التربيه حاليا ذاك الوقت يعني كويت الجنسيه، محمد اللوسي عراق الجنسية، أحمد سلطان كويت الجنسية، عبد الجبار السيار كويت الجنسية، بركات جرجس كويت الجنسية، قاسم عبد الباقي عراق الجنسية، عبد الستار عبد الوهاب عراق الجنسية، عبد الوهاب علي النيدي سكرتير نادي العربي حاليا كويت الجنسية، ناصر سعد عريفي كويتي الجنسية، وعبد الرضا فرج كويتي الجنسية، وعبد اللطيف بوركي. وكان فريق التعاون سابقا من أقوى الفرق الدرجة الأولى، وكان يتميز بخبرة اللاعبين وهم بركات جرجس طبعا يعني ويقول انه فهو الشاب المثالي ناصر سعد عريفي، وهو اول كويتي يمسك المرمى وقد لعب حارس لمده 12 سنه تقريبا اللي هو منه ناصر سعد عريفي. اما بالنسبه لعبد الجبار سيار فكان اخطر جناح ايسر يعني في الكويت. طبعا ناصر سعد العريفي اخو مدرسي في التربيه البدنيه في التربيه اللي هو الاستاذ احمد سعد العريفي اللي درسني في مدرسة سفيان الثوري. نعم. طبعا نشوف المقتنيات عندك أو نشوف التجوري. نعم، هذه طبعا ضمن احتفالات نادي القادسية الرياضي باليوبيل الفضي دعوة هذه لكأس التفوق العام والتي تقام تحت رعاية سمو ولي عهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله سالم الصباح حفظ الله، تشرف مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي واللجنة المنظمة العليا بدعوتكم لحضور حفل افتتاح يعني بطولة شامل للإعلام في عام 2000.
دعوة جميلة جدا نختم فيها حلقتنا أعزائي المشاهدين مع الدعوة هذه. جدول المباريات يعني. وجدول المباريات الموجودة أيضا نختم حلقتنا أعزائي المشاهدين. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل وفمان الله.